السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم معنا في القناة، واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة طاجين بلحم الخروف والبرقوق والزيتون. وغادي نبدأ بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد. غادي ناخذ واحد الطاجين وغادي نديرو من فوق من العافية واحد المقيلة ثقيلة باش ما يلصقش لينا ويحرق لينا. غنحطو فوق منها الطاجين وغادي نديرو القليل من زيت الزيتون. غادي نضيفوا المرصويات ديال اللحم ديال الخروف يتقلاو مزيان مع القليل من الملح على حسب الذوق والقليل من الزعفران، الا كان متوفر عندكم شعره يكون حسن. بعد ما قلينا اللحم مزيان غادي نضيفوا له جوج بصلات متوسطين شلضناهم بحال هذا الشكل. غادي نقليو داك اللحم مزيان مع هذيك البصله، وغادي دابا نضيفو التوابل. غادي نحتاجو معلقه صغيره معمره ديال السكينجبير، وغادي نحتاجو كذلك نص معلقه صغيره ديال الخرقوم. نضيفو الراس ديال المعلقه الصغيره ديال الفلفله كحله ابزار، والراس ديال المعلقه صغيره كذلك ديال القرفه، واحد المعلقه صغيره كذلك مع عمراج ديال راس الحانوت. بعد ما ضفنا جميع التوابل غادي نسدو على الطاجين يتشحر لنا واحد شويه. بعد غادي نفتحو وغادي نقلبو في اللحم. غادي نسدو عليه واحد شويه باش يتشحر لنا على نار مهيله. بعد ما تشحر اللحم كيف ما كتشاهدوا مع ديك البصله وهذوك التوابل، دابا غادي ندوزو نضيفو له جوج عويدات ديال القرفه وزوج حبات هيل ولا قعقله بالدارجه، وجوج حبات كذلك ديال اليانسون النجمي، وجوج معالق كبار ديال المعدنوس. غادي نضيفو ربع كاس صغير ديال الماء كيف ما كتشاهدوا، كميه قليله غيطلق لينا الماء الطاجين. وغادي ناخذ واحد الورق ديال الزبده غادي نفزقوه بالماء مزيان، وغادي نغطيو به اللحم. ومن بعد غادي نضيفو فوق منه كذلك ورق الالومنيوم ونسدو على الطاجين على نار مهيله تقريبا واحد الساعه ولا، ونراقبو نشوفو واش اللحم ديالنا وجد، الا خاصو نزيدو له شويه بهذا الشكل. وهنا تقريبا بعد مرور ساعه كيف ما كتشاهدوا غادي نحيدوا هذاك الورق اللي غطينا به اللحم. كيف ما كتشوفوا راه اللحم ديالنا طاب، دخل ليه الطياب كيجي رائع معلك بديك البصيله ودوك التوابل اللي ضفنا له، وعلى نار مهيله كيجي روعه. دابا غادي ندوزو نضيفو الزيتون بلا عظم، وعندي كذلك البرقوق. البرقوق اللي استعملت بلا عظمه وما عسلتوش، درتو هكاك اللي بغى يقدر يعسلو. طاجين مغربي معتبر 100% مناسب دابا لهاد العواشر ان شاء الله لعيد الاضحى. نتمنى تعجبكم الوصفه وتشاركوها مع الحباب. ما تبخلوش علينا بلايك، الى اول مره كتشاهدوا القناه ابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال الطواجين ديالنا بعد ما طاب معسل بالزيتون والبرقوق، طاجين مغربي 5 5. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.